راح اقول لك فلان شيء واعلنها للملأ. نعم. الى انه ما اريد ادخل بجانب طائفي، لكن هو جانب سياسي هذا، احكي مو جانب طائفي ومذهبي، وانما احكي من جانب سياسي. شيعة العالم الان ثبت انهم محتاجين الى النهج السيستاني اكثر مما تحتاجين الى نهج اخر. النهج السيستاني هو صمام الامان ليس لشيعة لشيعة العراق فقط، وانما لشيعة العالم ضمن اطار عام هو السيد السيستاني متبني، هي الامه الاسلاميه من باب ولايه الامه على نفسها، ومن باب ان الطائفه الشيعيه او الشيعه في كل وطن يجب ان يلتحموا بالمكونات الاخرى ويكونوا جزءا من الحاله الوطنيه وليس جزءا من حاله تسمى الحاله الثوريه، لانه الشيعه في ايران او الحكم الشيعي في ايران متبع نظريه تصدير الثوره، صحيح لو مو صحيح، ومتبع هويه الثوره الاسلاميه العالميه. السيستانيه ليس بهذا الاتجاه، وانما باتجاه تقريبا بناء الدوله المدنيه المطعمه بقيم وثوابت الامه كما هم يسموها، وبمنطلق وطني يعني انت وليس هنا من منطلق اممي. انت هنا انت هنا تشير الى الولائيين الذين هم على ولايه الفقيه الموجودين في السلطة. واضح 100% 100% 100%. الولائيون في العراق أو في لبنان أو في سوريا ولاهم لولاية الفقيه، يعني حكمهم وإجاههم تحدده ولاية الفقيه. ولعلمك يا أخ نجم، إن ولاية الفقيه هي عبارة عن حكم شرعي فيه سعة وفيه ضيق، لكن حول وكأنه عقيدة وكأنه الإمامة وكأنه النبوة. ومن هنا حتى الإمام الخميني الله يرحمه كان غير راضي على الشعار المرفوع بعنوان مالك بارز ضد ولاية الفقيه، يعني الموت لكل واحد هو ضد ولاية الفقيه. الرجال قال ولاية الفقيه حكم شرعي، منهم من يأيده ومنهم ما يأيده، وهو مو عقيدة كأنما توحيد أو نبوة أو إمامة أو معاد. لذلك في الحقيقة يعني هذا التجانب أو هذا التنابذ اللي موجود ما بين التجربة الإيرانية والتجربة العراقية على صعيد الشيعة والمرجعية مو وارد بهذه القوة وبهذه السعة.